ظهر لنا بقى كمان خاصية جديدة وجميلة جدا في الشيب ميموري الوي، وهي ان الفيس ترانسفورميشن مش بس بيحصل عن طريق الهيت، وانما بيحصل عن طريق الاسترس. الاسترس يغير المودولس اوف الاستيسيتي، ودي كانت حاجة من الحاجات اللي لما اكتشفت في الشيب ميموري الوي لقينا ان لها تطبيقات مختلفة وتطبيقات كتيرة، واهمها يمكن بالنسبة لي انا شخصيا باعتباري بتاع فايبريشنز، يعني ستراكشر فايبريشن وكده، موضوع الفايبريشن دامبنج. تعال نشوف الحكاية دي بتشتغل ازاي. حسب كلامنا في الشيب ميموري الوي في الجزء اللي فات من المحاضرة دي، ان انت لو في حالة المارتن سايت اللي هي at low temperature، فالستريس سترين كيرف هيبقى تقريبا زي الموضح هنا في الجزء العلوي من الرسمة دي. at apply stress هيبتدي يحصل elastic deformation وبعدين plastic deformations، والplastic deformation دي يعني هتاخد مسافة كبيرة. actually ال shape memory alloy ممكن تديك ريكفربل سترين لغايه 10%. المهم ان انت بتابلاي الستريس تاني لغايه ما توصل وات ايفر فيري هاي سترين انت عاوزه. وانس الستريس ريموفد هترجع زي اي ماتيريال عاديه تاني، هترجع ببيرمننت ديفورميشنز. الفرق بقى ان لو ات ذات سترين عند السترين ده وابتدينا نحط حراره، هيبتدي يمشي على الكيرف اللي تحت بقى اللي هو في البلين بتاعت السترين والتمبرتشر، يبتدي يحصل السترين يرجع يقل 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 لغايه ما يوصل لزيرو، يحصل فول ريكفري للسترين. وده اللي طبيعي، او يعني طبيعي بالنسبه للشيب ميموري الوي. نيجي بقى اللي يحصل ايه لو عملنا لودينج انلودينج سايكل بس واحنا عندنا احنا في الاوستنايت فيز، لو التمبريتشر عاليه كفايه ان الماتيريال تبقى في الاوستنايت فيز. اللي هيحصل ان الديفورميشن برضه هيمشي على الستريس سترين كيرف عادي، او السترين اسف هيمشي على الستريس سترين كيرف عادي لغايه ما نوصل لمرحله معينه، يبتدي يحصل برضه permanent deformations، دخلنا في الالاستيك في البلاستيك ريجن. لكن الحقيقه هو ان احنا ما دخلناش في البلاستيك ريجن بالمفهوم التقليدي. اللي حصل ان مع الاسترس ابتدى الماتيريال يحصل لها فيز ترانسفورميشن، دخلت في المارتن سايت. والدليل على كده ان احنا لما بنبتدي نشيل الاسترس ده هيبتدي الماتيريال اولا ترجع على كيرف تاني، هترجع الاول كبلاستيك عادي زي الكونديشن العادي اللي احنا متوقعينه، لكن لما يوصل الاسترس لمستوى معين هنلاقي ان الكيرف ابتدى يمشي تقريبا موازي للكيرف اللي فوقيه، وابتدت الماتيريال تريجين او تريستور الاوريجينال شيب بتاعها. السترين هيقل بسرعه وتقريبا هنوصل في الاخر لزيرو سترين، او نرجع كما لو كان الانيشال شيب جه، او in other words كما لو كان ما حصلش عندنا permanent deformation خالص. ودي الحقيقه يمكن خاصيه لذيذه جدا بنقدر نستخدمها في الشيب ميمبرين، نستخدمها في loading unloading cycles في ان احنا نعمل damping للانرجي. احنا كنا اتعلمنا زمان ان الانرجي ستورد ان ذا ماتيريال هي الاريا اندر ذا ستريس سترين كيرف، فلو الستريس سترين كيرف في اللودنج غير الستريس سترين كيرف في الانلودنج، يبقى في فرق في الانرجي اللي حط ما بين الانرجي اللي حطيتها جوه الاستراكشر وما بين الانرجي اللي خدتها من الاستراكشر. الفرق ده هو اللي ممكن نستخدمه في الدامبنج، وهو الحقيقه فرق ملحوظ. يمكن احنا عملنا تجارب عندنا في المعمل على موضوع الستريس سترين كيرف ده او الدامبنج ده، وكان اتعمل عندنا هنا في جامعه القاهره، وكنا عملنا واحنا في المعمل في جامعه ماريلاند مع الدكتور عمرو باز،
والدكتور وائل عقل، كان حقيقة نتائجها مش بطالة أبدا، وخصوصا إن هي لما بتستخدم في الدامبينج هي ماتيريال أساسا ماتيريال قوية جدا، بتستحمل جامد، وبالتالي لما نحطها كدامبر في هاي لودز اندر هاي لودز ما بنخافش عليها، ما بنخافش ان هي تتكسر، ما بنخافش ان هي يحصل لها فيلير او ان تحصل مشكلة في الاستراكشر بشكل عام.